شعورك ايه بقى بان انت دلوقتي سبب في ان حد يكون في وقت او في موقف صعب جدا وانت اللي بتديله الامل ده في وقت انت كنت محتاجاه؟ ده شعور بقى يعني بحس كده ربنا بيطبطب عليا بجد والله. يعني ساعات كده تكون الدنيا ملطشة يعني زي الناس كلها يعني، ما انا مش عايشة في مش فراشة يعني، اكيد عندي مشاكل في حياتي يعني، بلاقي كده حد جاي لي فيسبوك ماسنجر من ال unknown friends، افتح وعلي واحدة عراقية عايشة في امريكا تقولي انا كل ما يصعب علي العلاج اقعد ادور على اليوتيوب على الفيديوهات بتاعتك واتفرج عليها. طب انا معرفش الست دي اساسا ومش عايش في مصر وانتي بتديني امل وانتي بتديني. الاقي واحده كاتبه دي مامتي كانت خايفه قوي من الكيماوي ولما شافت الحلقه بتاعتك حصل كذا. خلال برضه انا قعدت 5 سنين بشتغل مع المؤسسه المصريه مكافحه سرطان الثدي، نروح ايفنتس، نروح تتكلمي مع ناس بسطه كتير قوي وتعملي بقى نجيب مثلا لايف كوتشز يعملوا لهم دعم نفسي، ودي من يعني فئه يعني زي ما بيقولوا مش عايزه اقول يعني اندر بريفيليجد يعني، مش كل الناس عندها الامكانيه انها تروح تدفع قد كده عشان تاخد سيشن مع لايف كوتش ولا تفهم يعني ايه الكلام ده. فان حد يهتم بيها، ان حد يعمل لها ايفنت، ان حد يعمل لها حفله، فطبعا دي كان يعني هو عوض من ربنا بصراحه، هو تعويض حلو قوي من ربنا ان هو يعني يخلي حد يبقى مبسوط ان هو قابلك او مبسوط ان هو سمعك او عنده امل ان هو لما شافك. دي حاجه من عند ربنا اكيد يعني، بس حاجه بتبسط قوي وبتخليكي تقدري تستمري يعني، كل ما تقعي كده تلاقي كده رساله جايه لك كملي، لا مش هقف هكمل. حلم حضرتك الجاي ايه؟ حلم حضرتك الجاي عايزه اعمل ستايلينج او فاشن للناس اللي مقاساتها ستات اللي مقاساتها كبيره او زي ما بيقولوا دلوقتي اللفظ اللي بيقولوا كيرفي كتير قوي. مش حكايه بس ان انت مش بتلاقي مقاسك، لا انت مش عارفه توفقي ازاي على جسمك. سهله قوي ان واحد مثلا ديزاينر او كوافير ياخد واحده شعرها حلو قوي يعمل ويحطها على اليوتيوب، لا طب ما تورينا بقى اللي شعرها مش حلو شعرها خفيف تعمل فيه ايه، هتظبطه ازاي؟ الحلوه قوي القمر دي لما هتحط لها الميك اب ارتست هتحط لها ميك اب، ما هي طبعا هتبقى قمر اكتر. لما تجيب لنا واحده بقى لا يعني ما عندهاش القدر ده من الجمال او عندها عيوب وانت عرفتي تداريها، ده الشطاره. فبرضو الشطاره ان ازاي ان واحده تبقى جسمها مش جسم مانيكان ولا هو جسم قوام مثالي او ممتلئه او اي لفظ احنا عايزين نقوله، او عندها النص الفوقاني مش زي التحتاني او التحتاني مش زي اي يعني حاجه مش بتخليها تعرف تلبس الحاجات الستاندرد الموجوده في المحلات. طب ازاي هنخلي الست دي تلبس حلو ويبقى شكلها متناسق وحلو؟ هو ده الفن بقى، فده اللي انا عايزه ادرسه ان شاء الله الفتره الجايه. وان شاء الله حضرتك تقدري تحققي احلامك كلها وطول الوقت كل مره تدي امل للناس.